هو واد سيلا بمنطقة ولاد جحيش الواقعة ببلدية سيغوس ولاية أم البواقي، الذي ما زال يشكل خطرا على سلامة السكان بالنظر لوضعيته الرهنة، حيث أصبح يثير انشغالات المواطنين. الواد هذا معروف مكشوف، الناس كل يعرفوه، يجي في الشتاء يدي الناس، يجي في الصيف يشعل فيها النار. ماذا بكم الدولة تقومنا بالواجب نتاع الواد؟ هم السكان قريب يطيحوا في الواد الكل. مجرى الوادي النائم شب به مؤخرا حريق جزئي التهم الأحراش وبعض الشجيرات، وكادت العواقب أن تكون وخيمة. وعدوا لنا الواد بعد انتهينا من كلش إن شاء الله. وشوف يعني ما من الواد هذا بعد حشاك الجهة على بوبان، هذا هاك تشوف فيها بنفسك، هاي عندها بلك أكثر، والله عندها بلك أكثر. وقبيل حلول موسم الأمطار والفيضانات، المواطنون يناشدون الجهات المسؤولة لتنظيف الوادي حفاظا على سلامة الجميع. هذا الوادي شكل خطر على المواطنين، خاصة وقت الشتاء يجي الفيضانات. لا بك هاك تشوف فيه البلاصة هذه كلها يريبة، ها هاو الدهم الواد هاك تشوف هابطة كل، وانتم السلطات يجيو ينظفوه ولا يخدموه ولا يديروا له كاش ما. هذا ونشير إلى أن واد سيلا أمس مصبا للنفايات بينما بات يواجه ظاهرة التعرية جراء العوامل الطبيعية، في وقت هناك سكنات محيطة به وبالتالي ينبغي تهيئته قبل فوات الأوان.